الاول عايز كمان اوضح انه احنا بنتكلم مع مش بس اتنين ضيوف هم اعضاء في مجلس النواب وما الى ذلك، احنا بنتكلم على اتنين من الشبان اللي مارسوا العمل السياسي من قبل 2011، لقوا ما لقوا واستمروا في ممارسه العمل السياسي ثم الوقوف في وجه زي ما انا دايما احب اوصفها بصراحه من قلبي والله، احقر واحط جماعه ظهرت من أيام سيدنا آدم حتى هذه اللحظة، الإخوان. نبدأ الأول بأميرة، إيه اللي كان حاصل في 30 قبل 30/6 أمير؟ اللي كان حاصل إن أنت بمنتهى البساطة حصلت انتخابات، الانتخابات دي انت رضيت بحكم الصندوق، الصندوق جاب لك رئيس اسمه محمد مرسي، والحقيقة إن هو ما جاب لكش رئيس اسمه محمد مرسي، هو جاب لك جماعة الإخوان المسلمين. فأنت في اللحظة دي كشخص بتناضل بقى من قبل 2011 عشان عايز دولة مدنية ديمقراطية حديثة، فجأة حسيت انك بترجع للوصول الوسطى، ما انتش قادر تعمل اي حاجة، حلمك بيتخطف، حسيت فجأة اللي هو ده، هي دي البلد اللي انا كنت عايزها، هو انا نزلت وطول السنين اللي فاتت من عمري بحاول ان انا اطلع خطوات لقدام وبتفرج على الدول المتقدمة وبيحصل فيها ايه والتجارب الدولية، عشان في الاخر جماعة الاخوان اللي انا عارفاها والناس كتير من اللي بتشتغل في العمل السياسي عارفينهم كويس قوي وعارفين تاريخهم الدموي عامل ازاي، يبقى هما اللي بيحكموا البلد دي. فكانت لحظة ضبابية، انت مش عارف انت رايح فين، رايح للمجهول. وهم بصراحة ما قصروش، هم من اول لحظة، من اول حشد الميدان، من بداية قبل اعلان النتيجة وكأنها ثورة هتحصل لو النتيجة طلعت بعكس ما حدث، انه الدنيا هتبقى رايحة في حتة تانية، لحد الخطوات اللي استمرت بما فيها الاعلان، اعلان المبادئ اللي طلعوا الاعلان الغير دستوري او الاعلان الدستوري اللي طلعه مرسي واللي كان بيعصب بيه بقى بكل حاجه الاعلان الدستوري المكبل كان كارثه يعني.